فبالتالي احنا منتظرين اكيد 3 نقاط جديده في مباراه انبي ان شاء الله باذن الله بعد بكره عشان يضافوا للنادي الاهلي يوصل للنقطه رقم 73 وتكون خطوه جديده للفريق في مشواره نحو الحفاظ على بطوله الدوري. مباراه صعبه؟ مباراه صعبه جدا في الحقيقه. صعبه ليه؟ لان طبعا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين بينافس على بطوله الدوري، في المقابل فريق انبي بينافس على البقاء في الدوري الممتاز. احنا عارفين ان هو مهدد بالهبوط. فاز المباراه الاخيره على ما اتذكر كانت امام الاسماعيلي، يا جماعه لو معلومتي غلط تفكروني، فاز بنتيجه 1-0 وقدر ان هو يوصل للمركز التاسع. هتقول لي ازاي هو المركز التاسع ومهدد بالهبوط؟ هقول لك ان في عدد كبير جدا من انديه الدوري في الحقيقه السنه دي مهددين بالهبوط، حوالي 8 او 9 انديه يعني، فكله بينافس على البقاء في بطوله الدوري. ده بسبب تقارب النقاط ما بين الانديه في هذه المرحله من بطوله الدوري العام. لكن خلاص بشكل رسمي النجوم نزل درجه ثانيه، كمان فريق الداخليه بعد ما خسر من نادي الزمالك بنتيجه 2-1 ايضا يعني فقد مكانه في الدوري الممتاز، فبالتالي خلاص هيبقى ناقص فريق واحد هو اللي هيهبط للدرجة الأدنى، وبالتالي الباقي هيكمل في بطولة الدوري الممتاز. حتى الآن من الفريق ده احنا مش عارفين، لكن منهم فريق انبي اللي هيواجهه النادي الأهلي في المباراة المقبلة. من هنا جاية صعوبة هذه المباراة، ومن هنا كمان جاية أهمية هذه المباراة اللي بيسعى فيها النادي الأهلي بكل قوة وحزم ان هو يفوز بهذه المباراة الصعبة في الحقيقة.